ومعنا عبر الهاتف مدير دفاع مدني محافظة معان المقدم عيسى الزغايبة. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. يعني دعنا نتحدث عن عملية البحث، أين وصلت لغاية اللحظة عن الشخص المفقود، وهل هناك من معلومات أو تطورات جديدة في هذا الموضوع؟ أشكرك ستي، صباح الخير إليك ولجميع السادة المشاهدين. إحنا طبعا إحنا كنا يعني متابعين، لأن النشرات الجوية والمنخفض الجوي مساء ليلة امبارح، فإحنا استعدينا وعملنا بكل كوادرنا ومعداتنا الخاصة بفصل الشتاء، تم تجهيزها على أعلى المستويات. أيضا تم رفع نسبة القوى البشرية والآليات والمعدات لأي شيء يحدث لا يحمد عقباه. طبعا امبارح يعني بدأت أمطار الخير تهل على محافظة معان تقريبا الساعة 7 مساء، كانت أمطار يعني غزيرة جدا في مناطق مختلفة من محافظة معان، مثل المناطق الشوبة في إقليم البكرة الطيبة، منطقة المريغة بالذات كانت أمطار غزيرة جدا أدت إلى رعدية، أدت إلى تشكل سيول. طبعا يعني إحنا تعاملنا مع جميع البلاغات اللي تلقيناها من خلال غرفة العمليات، وقمنا بتقديم خدمات الدفاع المدني في جميع أنحاء المحافظة. الساعة 7:12 بالضبط تم إبلاغنا عن مركبة مفقودة في منطقة المريغة. طبعا حركنا مركز صاحب الاختصاص اللي هو مركز دفاع مدني المريغة، وبإسناد من مجموعة إسناد المديرية وفريق الغطاسين، وأيضا تم الاستعانة بفريق البحث والإنقاذ إلى مكان الحادثة. طبعا يعني ما بدي أوصف لك الموقف، احنا لغايه الان شغالين من الساعه 7:12 بالضبط لغايه اللحظه هاي. طبعا كانت امطار غزيره حتى الساعه 11:30 ليلا، امطار غزيره جدا، وكان هناك ارتفاع لمنسوب المياه وجريان للسيول والاوديه. طبعا احنا يعني في هاي اللحظه تم تشكيل عده فرق للبحث عن المركبه والمفقود، وزعنا جميع المنقذين. نعم. هل هناك أي أدلة تقود يعني إلى مكان أو إمكانية تواجد هذه المركبة والمواطن أيضا؟ طبعا أنت بتعرفي يعني كانت الدنيا ليل امبارح، ويعني نعم. إحنا عملنا بكل كوادرنا يعني رغم ظروف الطقس الصعبة اللي كنا بها، انقطعت الأمطار الساعة 11:30، تم البحث بشكل دقيق ولغايه الساعه 4 فجرا. طبعا تم تغيير الطواقم بطواقم اخرى وزياده عدد الفرق. احنا شغالين الان تقريبا في 80 شخص مع اليات متعدده ومنقذين وغطاسين. نعم. تم استعانه بفريق البحث والانقاذ الدولي ايضا وجميع الاجهزه الامنيه، قوات الدرك وقوات او مرتبات الشرطه كانوا متواجدين، والحكام الاداريين ومحافظ معان. نعم. واحنا لغايه اللحظه هاي يعني مسافه تقريبا مسافه 15 كيلو. طبعا يعني ما اخبي عليكي احنا ما اشتغلنا بمحور واحد او مكان واحد، اشتغلنا بعده مناطق. طبعا يعني ظهرت عندنا ملامح واثار للمركبه يعني مثل طنبون سياره وكرش والى اخره. لكن يعني عمليات البحث مستمره لغايه هاي اللحظه. احنا بنحكي معكم يعني من الساعه 7:12 امبارح ليلا لغايه اللحظه هاي، واحنا شغالين بجميع نعم. طواقمنا في الميدان. يعطيكم الف عافيه، ويعني نتمنى انتهاء عمليات البحث باخبار جيده وايجابيه. شكرا جزيلا لك. اذا كان معنا عبر الهاتف مدير دفاع مدني محافظه معان المقدم عيسى الزغايبة، شكرا جزيلا لك.